لو الحكاية فيها إن فيجو. طب أنت هل تعرضت لتهديد مثلا؟ حضرتك قاموا بالتهديد ليا 4 مرات. مرة حضرتك لما جالي هو المتهم اللي جاي لحد عندي بيقول انت بتسال عليا ليه؟ قلت له عشان انك عملت كذا كذا، قال لي فرجني المحاضر بتاعتك، فرجني هتعمل ايه وانت مش قدنا، مره في عند المنزل ومره في المباحث ومره حتى في النيابه. يعني 3 مرات هددك؟ 3 مرات تهديدات. يا اخي تتنازل على المحضر؟ عشان اتنازل على المحضر. وحضرتك فوجئت طبعا، كان عامل قاعده عرفيه، فوجئت حضرتك ان سابني ساب القاعده العرفيه وراح عمل لي محضر. عمل لك محضر؟ فوجئت طبعا حضرتك ان هم اتفقوا مع دكتور في عياده. فوجئت حضرتك بتبعيات وعرفت حضرتك بعلاقات، هو عامل علاقات يعني في مكان ما. طب وهو المحضر راح الاحداث ولا راح فين؟ حضرتك المحضر في الاحداث ولا الاحداث؟ فوجئت حضرتك المحضر راح مصر الجديده. راح النيابه الكليه. حضرتك ده المفروض ده قاصد مصر الجديده. حضرتك ما عارف ان 16 سنه ازاي ده حضرتك يروح مصر الجديده؟ ده المفروض حضرتك كان راح نيابه الطفل. ايه حضرتك يوديه مصر الجديده؟ ده اللي انا عاوز اعرفه. حق طفل زي كده ضايع. طب انت تطالب بيه؟ هطالب بعدل ربنا. وشاب زي كده مستقبله راح فين؟ انا عايز دلوقتي اطوعه ولا ادخله مستقبل دلوقتي اعمل له حاجه؟ شاب زي كده يتطوع ازاي ويتعمل ازاي؟ ولا وظفه ازاي حضرتك دلوقتي؟ انا وظيفه ولا حاجه تعمل دلوقتي؟ طب زي كده دلوقتي لما تعمل كده دلوقتي ويبقى مشوه قدام زمايله هي منظره ايه؟ نفسيه الطفل ايه؟ انا بعمل ده كله عشان نفسيه الطفل، والطفل يحس يعرف ان في حاجه تجيب له حقه. طب زي كده دلوقتي خلاص عارف ان حاجه اتدمرت. ايه المتوقع معاه دلوقتي حضرتك؟